لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا، لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام على قناة التناصح، ومن كان معنا على المسموعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع دار الإفتاء. يتجدد هذا اللقاء ونستقبل فيه اتصالاتكم لنعلق عليها أو لنتحاور فيها بما ييسر الله عز وجل به. فنقول وبالله التوفيق. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله عز وجل عصم دماء المسلمين، بل وعصم دماء الناس جميعا أينما كانوا، فلا تحل أرواحهم ولا دماؤهم إلا ببرهان من الله، وإلا بقواعد بينة. هذه القواعد وهذه البراهين بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها عليه الصلاة والسلام في من يحل دمه ومن يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. قال الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فالله حرم قتل الأنفس وحرم قتل الأولاد في الجاهلية، الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، خشية النفقة وخشية الفقر وخشية العار. كانوا يقتلون البنات كذلك في بعض القبائل، فحرم الله عز وجل كل ذلك. فقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، ظلما وعدوانا، لأشياء بسيطة ولأشياء لا يحل بها دم الإنسان. فعده الله عز وجل الاعتداء من أجل النفقة ومن أجل العار سفها. ولذلك قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة، وقاتل النفس. فهؤلاء الذين نص النبي عليه الصلاة والسلام على قتلهم، أما غير ذلك فلا يجوز قتل النفس بغير علم. وجعله الله عز وجل من كبائر الذنوب، جعله الله عز وجل من كبائر الذنوب. ولقد شهد الناس جمعا، وشهدت أهل ليبيا وكل من يعرف القتل والمجرمين، شهدوا بالأمس مقتل أحد المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا، وكم قتلوا من أنفس برية، وكم قتلوا من نساء، وكم قتلوا من أسارى، وكم قتلوا من أبرياء ومظلومين. قتلوا كثيرا وأزهقوا الأنفس وعاثوا في الأرض فسادا. فالله عز وجل سنته في هذا الكون أن الظالم يملي له، فإن أخذه لا يفلته، يملي له، يعطيه فرصة تلو الأخرى لعله يتوب، أو لعله يرجع، أو لعله وقع في شبهة فيتوب منها. فإن الله عز وجل يملي له، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن لم يتب أخذه. فإذا أخذه أخذا أليم فإذا أخذه أخذه أخذا أليما لا يكاد يفلت منه الإنسان. فالله عز وجل سنته في هذا الكون يملي للظالم، فإذا أراد الله عز وجل أن ينتقم منه فعل به ذلك.
ولذلك أنصح نصيحة غالية لكل إنسان تلبست يده بالدماء أن يتوب لله عز وجل قبل فوات الأوان. ولذلك أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فذلك هو الخسران المبين الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا، بل والأخسر منه الذي يبيع دينه بدنيا غيره لا بدنياه. فكم من أناس استعملهم المجرمون واستعملهم أهل الفساد واستعملهم أعداء الإسلام لينفذوا لهم مخططات أو مخططات في بلاد الإسلام، وتعدوا عليهم بالقتل والتنكيل، ثم أعادوا الكرة على أعوانهم فقتلوهم. فينبغي على كل من تلبس ودخل مع هذه الثلة ومع هذه الطائفة المجرمة ومع هذا المخابرات الدولي الآتم الظالم الذي يحل أموال الناس وأعراضهم ودماءهم، ينبغي عليه أن ينفض يديه منهم وألا يبيع دينه ودنياه ووطنه بعرض من الدنيا، وينبغي عليه أن يتوب لله عز وجل. فالله ينتقم من كل ظالم استباح أموال الناس واستباح أعراضهم وأنفسهم، فهذه سنة الله عز وجل في الكون. معنا متصل. ثم بعض الأسئلة التي وردت، يسأل أحدهم عن الصيام بعد أن ينتصف شهر شعبان، يقول كثير من الناس يقولون لا تصوموا بعد منتصف شعبان، فصيام بعد منتصف شهر شعبان لا شيء فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، وكان يفصل بين شعبان وبين رمضان الأيام الأخيرة فقط في أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام. فلذلك من كان عليه قضاء ومن أراد أن يصوم صوم أجر وصوم تطوع فلا بأس أن يصوم وأن يتجاوز إلى ما بعد نصف شعبان. وكذلك السائل يقول في بعض أسئلته، يقول لي بيت في مدينة أخرى، ولكن هذا البيت أنا لا أقيم فيه وليس فيه زوجة، فهل لي أن أقصر الصلاة إذا نزلت فيه؟ القصر في الصلاة جعله الله عز وجل رخصة على العباد، فمن كان يقطن ببلدة ويسكن فيها وله فيها بيت وزوجة وأهل، فإنه إن نزل في تلك البلدة فإن هذا النزول الذي له عنده فيه البلد عنده فيها بيت، فإنه لا يحل له قصر الصلاة في هذه الحالة، لأنه نزل مطمئنا في بيته وله مقر يستقر فيه. ففي الحالة هذه نص الفقهاء يقولون هذا مما يقطع السفر، وهو وجود بيت في بلدة أخرى، فإذا مر عليه الإنسان أو نزل به فإنه لا يحل له القصر، لأنه نزل كأنه نزل في بلده الآخر، ولا يحل له أن يقصر من صلاته. أما إن كان مارا على بلده هذا دون الاستقرار فيه وجاء من مسافة أخرى من بلد آخر ومر عليه مرورا دون أن يستقر فيه وهو لا زال يتابع سفره، ففي هذه الحالة يجوز له القصر ولا شيء في ذلك، يقصر ولا عبرة بهذا المرور الذي لم ينزل فيه في البلدة التي يقيم فيها. ثم يسأل أحدهم كذلك عن مسألة من أخر الصوم حتى دخل عليه رمضان، من كان عليه صوم من رمضان الماضي والآن لا يستطيع الصيام، الآن يمنعه الطبيب من الصوم، قال لي الطبيب لا تصم، فكيف أصنع؟ هل أعطي فدية أم لا؟ الفدية لا تعطى بهذه الصورة، وكثير من الناس يقعون في هذا الخطأ،
الذي عجز عن قضاء ما عليه من شهر رمضان فينظر في الأيام التي عليه. مثلا امرأة أو رجل عليه 5 أيام من رمضان الماضي، وجاء هذا رمضان نحن على أبوابه بحول الله وقدرته، فننظر إلى آخر 5 أيام من شهر شعبان، إن كان صحيحا معافا يستطيع الصوم لا يمنعه مانع فإنه يجب عليه قضاء ما عليه من رمضان الماضي في هذه الأيام، يقضي 5 أيام التي عليه. فإن عجز في هذه الأيام التي هي قبل رمضان في أواخر شهر شعبان أو في آخر 10 الأواخر من شهر شعبان وعنده ما دون 10 أيام مثلا، فإن عجز في هذه الأيام وأصابه مرض أو منعه طبيب من الصوم ففي هذه الحالة يؤخر قضاء ما عليه إلى ما بعد رمضان، فبعد رمضان يقضي ما عليه من رمضان الماضي يقضي عليه. وباعتبار هذا الأمر مبني على القول بقضاء رمضان أنه مبني على أن قضاء رمضان على التراخي أم على الفور، فعلى القول بأن القضاء على التراخي يعني لا يلزمك القضاء مباشرة عقب شهر رمضان، فيترك الإنسان إلى بقدر ما عليه من الأيام، إن كان عليه 10 يترك إلى ما قبل رمضان 10 أيام، وإن كان عليه 3 أيام يترك إلى ما قبل رمضان 3 أيام، فإنه يقضي هذه الأيام إن استطاع أن يقضي فيها. فإن عجز أو مريض فإنه يؤخر هذا القضاء إلى ما بعد رمضان ولا شيء عليه في هذه الحالة. أما من كان صحيحا قبل رمضان في الأيام التي عليه وهو صحيح وقادر على الصوم ولم يقضي ولم يصم، فإنه يصوم بعد رمضان ويعطي أو يدفع عن كل يوم فدية تقدر عندنا 3 دنانير، يعني يقضي ما عليه من رمضان ويعطي عن كل يوم فدية تقدر 3 دنانير. بقي كذلك من الأسئلة التي ترد على الصفحة، من نزل أو غلبه القيء إلى فمه، غلبه القيء أو القلس، وهي ما تعرف عندنا احنا في العوام، يقولك يا شيخ أنا عندي تقريعة، جاءتني تقريعة في نهار رمضان، فهل هذا الصوم صحيح أم لا؟ الضابط في هذا الأمر من غلبه القيء أو القلس اللي هو الماء القليل الذي يخرج إلى الرقبة، يعني الإنسان يتقرع وترجع ما قليل إلى رقبته يشعر بها، فهذا يلزمه أن يقضي، إن لم يخرج الطعام أو القلس أو الماء أو اللبن أو الحليب الذي شربه أو الفروبي أو غيره ما خرجش إلى المعدة إلى الفم بحيث أنه يستطيع أن يمسكه الإنسان في فمه ثم يمجه، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، صومه صحيح ويتم صومه ولا قضاء عليه. أما إن خرج القلس الماء أو الطعام بقية الطعام أو العصائر التي تناولها خرجت إلى الفم إلى فمه بحيث يعني يستطيع الإنسان أن يمسكها ويلقيها ويمصمص فمه، في هذه الحالة ينبغي على الإنسان أن يمضمض فمه من هذه البقايا. فإن رجع منه شيء يلزمه القضاء، وإن خرج إلى الفم دون أن يرجع لا قضاء عليه. إن خرج منه شيء من المعدة إلى الفم دون أن يرجع منه شيء فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه، وصومه صحيح ولا شيء عليه. فإن خرج إلى فمه وعاد منه رجع منه إلى المعدة ثانية فهذا يلزمه القضاء. ومن كان متعمدا في إخراج القيء، واحد احنا نقوله بالعامية يقوله يعني دخل صبعة في فمه يبي يتقيء بالقصد لغير ضرورة، يعني لغير مرض ولغير يعني غصة ولغير شرقة ما شرقش، ففي هذه الحالة الذي حاضر الذي تعمد القيء فإنه إن رجع منه شيء
لزم يلزمه القضاء والكفارة لأنه بتعمده القي تعدى. أما إن خرج منه ولم يرجع منه شيء فعليه القضاء فقط، هذا الذي فعل ذلك عمدا دون حاجة إلى هذا الأمر. نعم معنا متصل الأخ سليم من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد المفتاح وجزاك الله كل خير. الله يبارك فيك تفضلوا. لو سمحت لأني ثلاثة أسئلة قصيرة يا شيخ عبد المفتاح. تفضل. أعوذ بالله عز وجل نبدأ بالسؤال الأول. خطيب الجمعة يأتي متأخرا للمسجد كل جمعة، هل له الأجر كاملا مثل ما جاء متقدم؟ خطيب هل هو يعني ياخذ الاجر هو نفس الخطيب يعني قصدك؟ اي نفس الخطيب هل ياخذ يعني واحد جاي بدري وهو جاي متاخر يا شيخ عبد الفتاح؟ التاخير هذا ما يضرش بالمصلين. لا ما يضرش، هو يعني الخطبه. ولا يدخل فيه الى لا يتاخر الى وقت العصر صح؟ ايوه نعم شيخ عبد الفتاح. هل يتاخر لوقت العصر او لا يتاخر لوقت العصر؟ لا قبل وقت العصر. حاضر نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني رجل مات مجهول الهوية، ليست معروفة ديانته يا شيخ عبد الفتاح. نعم. هذا رجل مات مجهول الهوية. إيه. يعني ليس معروفة ديانته بتاعها، هل يجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء له أم لا؟ وجد هو يعني معالمه بينة ولا وجد غريقا ولا كيف صفته؟ لا معروف يا شيخ عبد الفتاح. يعني وجد غريقا من الذين يجدونهم يعني يقذفهم البحر ولا هو موجود وساكن بين الناس؟ لا عاد من فارس او عاد من يعني موش من مدينه ثانيه من بلاد ثانيه يعني. نعم. قاعد يريد يشتغل. حاضر. السؤال الثالث، رجل مات وبعد الصلاه عليه وقد دفنه خرج قريبا له وقال من له ديون على هذا الرجل فلا بتكفل بها. وبعد ما عرف يا شيخ عبد الفتاح ان عليه ديون واجده اعتذر لمن جاء. وقال له ما عليك مش خلص عليه ديون واجده. نبغى مع حكم الشرع في هذا الشخص يا شيخ اللي يطلع ويقول هذا يتكفل بالشخص اللي مات عليه ديون وعليه اشياء والحج بينه شيء يخلص عليه. وبعدين يعني يعرف من ما يخلص عليه يعني يتعرض للناس. وما على ما قرابته بالمتوفى؟ يعني قريبه وعمه وخاله. حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير. الله يبارك فيك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الأخت سامية طرابلس. سامية ألو. تفضلوا. أيوة تفضلوا أخت سامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ تفضلي. نعم أنت على الهواء. أنا يا شيخ بنسألك، أنا في فترة 4 شهور معناها 24 يوم في رمضان. ألو. نعم. ايه ماشي للدكتور، قال لي لازم تفطري ما تقدريش تصومي لان انا عندي حساسه الصرام. فطرت 4 شهور و20 يوم باهي يا شيخ ما طلعتش عليهم، لما كانت بنطلع عليهم انا في المصرف، لكن المصرف هذا ما يجيبش في سيوله هذيك الفتره. السنه اللي فاتت جاب سيوله، مشيت طلعت انا 700. لما طلعت 700 طلعتهم عندي خالتي تربي في تيم اعطيتهم لها. يمشوا ولا ما يمشوش يا شيخ؟ أعطيتي يعني قيمة أنت الأربع شهور، هذه القيمة؟ هذه من 4 شهور و20 يوم حطيت عليهم 700 أعطيتهم. أعطيتهم اليتيم، اليتيم هذا أعطيتهم لليتيم هذا. يتيم له مال وعنده ميسور الحال ولا كونه يتيم فقط؟ لا أنا كونه يتيم هو. إيه لكن هل عنده ملك، وعنده أحيانا يكون الإنسان صغيرا ويتيما وعنده اموال في المصرف وعنده ممتلكات وعقارات؟ لا حاله لا ميسور يعني. ها ميسور حاله. حاله ميسور يعني كويس، يعني حالته الماديه كويسه؟ لا حالته مش ميسور، عنده فلوس او حاجه ما عندهاش، لا عنده محصل. ودي الان انت الاربع سنين اللي افطرتيهم هذوما منعك منهم الدكتور باستمرار ولا فتره مؤقته؟ لا هو منعني، قال لي ما تصينيش الاربع سنين هما، لكن السنة هذه مشيت درت تخطيط وواحد قال لي حالتك تعدت ولازم تصيمي. قالك لازم تصيمي الآن، يعني تقدر تصيمي يعني؟ لا إن شاء الله بإذن الله. هاي إذا كان زال المانع يا أخت سامية من المرض الذي كنت متلبسة به
الذي يمنعك من الصوم، إذا زال فتقضي ما عليك من الأيام حتى تكملي ما عليك، كل مرة تقضي شهر حتى تكمليه. فمن يعني من تلب من منعه الطبيب من الصوم مدة حياته فهذا ينتقل إلى الفدية. من منعه الطبيب من الصوم مدة حياته، يقول له أنت ما عادش تصيم لمرض مزمن عندك، مرض سواء يعني عقلي أو بدني أو كان في القلب أو غيره، فالذي أو كان شيخا كبيرا في السن عجوزا كبيرا، هذا الذي يمنعه الطبيب من الصوم هذا ماشي يعطي فدية. أما من مرض ومنعه الدكتور فترة مؤقتة ثم أذن له الدكتور طبيب بالصوم فإنه يقضي هذه الأيام. فأنت ما دام أذن لك بالصوم بعد رمضان أحيانا الله عز وجل كل مرة أقضي شيئا مما عليك. معناه قبل رمضان الجاي يكون قاضيته معناها إن شاء الله. مش مشكلة، هو على كل حال بقدر المستطاع، بحيث يعني ما يضر، إذا ما يكونش يضر بيك يعني وبحياتك اليومية وصحتك. ولو حتى تأخر حتى لبعد رمضان لبعده ما فيش بأس، لأن كان الذي حبسك يعني هذا الأمر العذر المرض، فاللي تقدري تقضيه بعد رمضان هذا تقضيه، تقضي شهر أو اثنين أو ثلاثة، مهم تنوي وتقضي. والقضاء لا يشترط فيه أن يكون متتابعا، لا يشترط في هذا القضاء أن يكون متتابعا. ما هو أني دكتور عندي معنى زي ما تقول بعد رمضان بيديروا لي عملية حقن، هي خلاص يعني المهم بعد عمليتك الدكتور إن أذن لك بالصوم تقضي، فإن لم يأذن لك بالصوم خلاص أنت الآن خرجت القيمة ولا شيء عليك. الحمد لله. الله خرجك. بارك الله فيك. جميعا. الله خرج من صبراتة. الله خرج من صبراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم، ولي سؤالان إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، رجل لديه ولد وبنتان وأمهم وأراد العدل في حياته، فأعطى للولد 4 هكتارين من الأرض، فكم يعطي البنتان وكم يعطي أمهم وهو بكامل قواه العقلية في حياته؟ هو الآن يبي يقسم عليهم شيء من أمواله وهو حي، هذا الذي تريد. قطعة أرض أعطى للولد 2 هكتارين، وكم يعطي للبنتان هذا كل ما يملك ولا كل أمواله هذه؟ هذا كل ما يملك هذا. خلاص إذا كان هو هذا لا يسمى ميراثا، الآن العطية في حالة الحياة لا تسمى ميراثا. ليس ميراثا. فإن أعطى الإنسان شيئا من أولاده، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل في هذه العطية وقال أعدلوا بين أولادكم، وجاءه رجل يريد أن يعطي أحد أبنائه شيئا فقال له أكل أولادك أعطيتهم مثل هذا؟ قال له لا. فقال عليه الصلاة والسلام اشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور، يعني هذا ظلم، أنت بتظلم بين أولادك وتب النبي يشهد معك في هذه العطية، هل بعليك هيك؟ فرده النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء اختلفوا في هذه القضية في العطية في حال الحياة، هل يشترط فيها العدل أم لا يشترط فيها العدل؟ وهل العدل المقصود به الإعطاء بالسوية، قوله عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم، هل المقصود به العدل أن تعطي الولد والبنت والزوجة والأخ والأم والأب مثلا بالسوية، أم المقصود به العدل ما ورد في أحكام المواريث، فالزوجة كما تأخذ في الميراث يعطيها هو كما تأخذ في الميراث، والابن كم نصيبه في الميراث يعطيه كم كيفما يكون نصيبه في الميراث، فهذا خلاف بين أهل العلم. فما دام هو عدل بين أولاده سواء أخذ بالقول هذا وهو يعطيهم كما يحق لهم في المواريث لكنها من باب العطية فلا بأس بذلك، وإن أعطى للرجل للذكر مثل حظ الأنثيين وأعطى الزوجة الربع أو الثمن حسب وجود الفرع الوارث من عدمه فهذا يعد عدلا لا بأس بذلك، لكنه يسلم كل إنسان عطيته وهو حي، هذا الشرط. إذا كانوا قسم بيناتهم أعطاهم وهبهم أو أعطاهم عطية، كل واحد يسلم له نصيبة في مدة حياته، إن لم
يعطهم ويسلمهم ما تنازل عنه وما وهبه لهم مدة حياته في وقت حياته، فهذا بعد وفاته يرجع كل شيء ميراثا. إذا كانوا ما أعطاهمش، ما سلم لهمش وهو حي وقال هذه لفلان وهذه لفلان، ولكن ما أعطاهمش، لا سلم لهم أراضي ولا شقق ولا ممتلكات ولا أموال حتى مات هذا الرجل أو هذه المرأة، فإنها ترجع بعد مماته ميراثا. معنا متصل. السؤال الثاني. نعم تفضل أخرج. السؤال الثاني، من هو الفقير في وقتنا الحالي؟ وشكرا جزيلا. كل رجل قاعد على مرتب واحد في الدولة الليبية بالوضع هذا ولم يختلس ولم يسرق وليس له دخل تجارة شيء، هو فقير، لأن بالأربعمائة جنيه اللي يأخذوا فيها الناس هذه ويأخذوا فيها شيابين نوع زيزنا في الضمان، هذه لا تساوي شيئا، لا تكفي عائلة. ونسأل الله عز وجل أن يرفع الضر والضيق عن المسلمين. فالذي لا يملك قوت يومه هذا مسكين، والذي لا يملك قوت سنته هذا فقير. فالمسألة يعني تتفاوت من بلدة إلى بلدة يعني حسب القوة الشرائية للدنانير والأموال. نعم معنا فوزي، الأخ فوزي من طرابلس. أيوة تفضل. ألو تفضل أخ فوزي. جدك رمضان اللي فات ما نقولش أنا درت حكيمة ولا صايم، لا بتفطر سيدي تفطر ولا ليدة اليوم اللي درت في حكيمة ولا شنو حجمت يا أخ فوزي في نهار رمضان؟ لا، الحجامة لا تفطر الصائم، لا تضر الصائم، لكن الأفضل الجمع بين الأدلة وجمع بين الأحاديث التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة للصائم، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم، الذي الحجامة الدوخة احنا نقوله بالعامية اللي يحتجم ويصيب تصيب لدوخة ويجوا أهله يبخوه بشوية مية ويعطوه طاسة فيها مية سكر والله طاسة حليب، فهذا يعني المقصود بها عرض نفسه للفطر. أفطر الحاجم والمحجوم الذي لما يحجم يدوخ، فهذا ما يحجمش في نهار رمضان حسب التجربة، كل من يحجم ويدوخ إذا لكن الشخص الذي يحتجم ولا تحصل له دوخة ولا يتعرض للفطر فهذا يحتجم ولا شيء عليه وصومه صحيح. نعم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فالحاجم ما ذنبه في الفطر؟ قالوا لأنه كان يحتجم، الحاجم الذي يمارس المهنة هذه كان يحجم الإنسان، ثم ما عندهمش كما كانش عندهم الطيص هذه والطاسات اللي يندروا فيه نحن زي الشفاطة تطلع في الدم، فكان الذي يحجم هو الذي يتولى مص الدم بفمه، فخشي على الذي يحجم هذا أنه لما يمص الدم بفمه ينزل شيء إلى رقبته فيفسد عنه صومه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم لأنه يمص الدم والمحجوم لأنه قد تحصل له دوخة ويفطروه أهله، فعرضا نفسيهما للفطر، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة في نهار رمضان. أما إن كانت الحجامة لا تفطر الإنسان يعني لا تسبب له دوخة وهو متعود عليها ولا تؤثر عليه، والحاجم لا يمص هذا الدم بفمه وإنما هي بالماكينة المخصصة لذلك، فلا شيء فيه، صومه صحيح ولا يلزمه شيء. صابرين من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أستاذي الفاضل، تحية لك وتحية الأستاذ استقبل مكالمتي، وشكرا على لباقته والاستقبال المكالمة. تفضلي بارك الله فيكم. الله يسلمك يا رب. السؤال الأول، الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يعني نهى عن قذف المحصنات، ماشي؟ المحصنات هي النساء المتزوجات ولا؟ ولا يا أستاذ؟ تم السؤال باش نقدر نجاوبك عليه حسب الاكمال السؤال. المحسن قصدي به النساء الثانيات المطلقات والارامل. لا هذا مفهومك يعني المحصنات. المحصنه هي التي العفيفه الطاهره
ذات الشرف والنسب الطاهر الذي لم يقع في سوء. والمحصنة من الفاضل المشتركة تأتي بمعنى المقصود بها المتزوجة وغير المتزوجة، وتأتي بمعنى المرأة العفيفة الطاهرة النقية. فلا يفهم من الآية يعني المحصنات يعني التي تزوجت هي التي لا يجوز قذفها، والتي لم تتجوز بعد أو مطلقة أو أرملة يجوز قذفها. لا، هذا المفهوم غير صحيح. فالمحصنات يطلق على المؤمنة ويطلق على المتزوجة ويطلق على الطاهرة العفيفة. واضح؟ ماشي ماشي، بارك الله فيك. استاذ السؤال الثاني. نعم. اذا والله بارك الله فيك، انت اطلقت هذا المعنى هذا بما جاء الله سبحانه وتعالى للناس اللي يفهموا غلط وعندهم قصور. يعني السؤال الثاني، لما انسان يجيب سيرة انسان يعني باهي، والثاني يقعد يسمع مثلا حد وعليا وانا نسمع فيه، والثاني هذا مستمتع بالتقطيع حد يتكلم عليا، شنو الواجب يدير كأنا أختها مسلمة يعني يتكلم هيك وكلمات مش كويسة هذا الإنسان؟ هو الإنسان من والثاني يسمع ومبسوط يعني. نعم، الله عز وجل نهى عن هذه المجالس، المجالس التي يغتاب فيها. شنو المفروض يتصرف أستاذي الفاضل؟ شنو المفروض نعم. يتصرف الأخونا الطيب هذا اللي يسمع؟ بارك الله فيك وتحية لك مرة ثانية، وأنا أول مرة نتشرف باللقاء معك والإنصات إليك، تحياتي للجميع. بارك الله فيكم. الله عز وجل حرم، نعم أنا متصل. ليلى من الزاوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ معلش مشكلة قصتي وياك، يعني تعطيني يعني تو يعني إجابة يعني اللي يسمعها تو يعني لو سمحت يعني. هذه الشيخ انا طبعا انا جازي متعارفين باهي، نعتبره شبه منفصلين يعني كل واحد في جهه باهي، وهو تو تجوز باهي، انا نبي نعرف شنو حكم خروجي بدون اذن. طبعا لما انا بعثت يعني نقول انا بدي نطلع، يقول لي شو نسمع، يقول لي ما دخلنيش فيك، ويبدا يسب ويبدا يقول في كلام مش مزبوط، يقول لك ما دخليش بيك. هو حصل بينكما طلاق اما انك ماشي حرجانه في حوش اهلك بس؟ لا انا قاعده في فرشي مع صهري. في بيتك قاعده مع اولادك بقى، هو حصل طلاق ولا لم يحصل طلاق؟ لا لم يحصل طلاق. لا كويس. لا بس على دمته قاعده. ايه تمام. اسمع يا شيخ، زي ما قلت لك يعني كل ما نبي نطلع المكان ضروري لازم نبي ناخذ الاذن بتاعها. طبعا لما نتصل بيه ولا نبعث له ما يبيش يسمعني، ما يبيش يعدل عليا. إيه؟ يقول ما دخلنيش فيها، ويبي يسب ويبي يقول في كلام مش كويس. اذا كان هو قال لك ما دخليش فيها وهو ما طلقكش؟ لا ما طلقنيش، قاعده على دمته. يعني هذا تصريح منه، اذن منه بالخروج، فمتى ما احتجتي للخروج لك الخروج. يعني نطلع عادي يعني. تطلعي وما عليك شتم ما دام، حتى يستدرك هو، لين يتصل مره ثانيه يقول لك انت وين كترتي مثلا الخروج؟ هو تو سيبنا ومش هيتجوز هو. احنا خلاص بغض النظر عن زواجه امراه ثانيه يعني حتى ياذن هو الان لما يقول ما دخليش بيك، يعني هو اطلعي. خلاص. يعني هذا اذن بالخروج حتى يستدرك على هذا الامر، لين يكلمك مره ثانيه يقول لك انت راه لاحظتك كترتي الخروج. وانا وقعد يولي لي عقلي شويه، وقعدت نرجع لك وبنتابع اخبارك شويه، ففي الحاله هذه تستاذيني منه. لما كان قاعد معنا طبعا نتكلم فيه، نتكلم فيه هو في جهه وانا في جهه باهي. لما بعثت مع الصغار نقول انا بدي نطلع المكان الفلاني، يبدا يكشف عليهم الصغار ويبدا يقذف فيهم. فهمتني كيف يا شيخ؟ خلاص يعني قلت خلصت ان بدي نعرف شو الحكم. لا هو يعني ما دام يقول ما دخليش بها معناها هو اذن بخروجك، هو الان يعني تزوج ومفارقك ومسيبك لكنه لم يطلقك. الحقوق عليه في رقبته مترتبة الحقوق عليه، النفقة، المبيت، هذا كله في رقبته. لا هذا كله ما هناكش منها. لا هو أنا أقصد أن هذه الحقوق لا زالت في ذمته، فهو يعتم عليها. حكم الصيام الأجر تو. أنا زي اليوم أنا صايمة مش شعبان، باهي بداية مش شعبان. صيم الأجر ما دامه لا يتردد على البيت ولا يحتاج إليك ولا يأتيك، فلك أن تصومي الأجر. يعني تو انا قاعده بروحي يعني نسيم عادي. صيمي صيمي. نعم صيمي. خلاص انا نقول بنعرف شنو حكم الشرع يعني فيه. هذه كل امرأة اسمي تو نعقب حاضر، كل امرأة خافت من بعلها نشوزا كما قال الله عز وجل، وان امرأة خافت من بعلها نشوزا زوجها. يعني ما هو احنا تو الان معلش يعني دائما احنا نتكلم على قضية المرأة اذا هي ما تسمعش في كلام زوجها، واتية آية فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه دائما، هذا لما تكون المرأة هي التي خرجت عن طوع الزوج. أنزل الله عز وجل آية تبين حكم خروج الزوج عن طوع وخدمة وحقوق زوجته، فقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يعرض عنها ويتركها فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا. فللمرأة إن كان زوجها معشبات معها ونفرها وما يبهاش فهي لها أن تتصالح معه، أحيانا هي تريد تقول له أنا أبقى في بيتي وأربي أولادي و نعم. لو سمحت سمحني بس أنا لما هذا تقول فيه العكس، وأنا اللي سيدها مش هو اللي سيدني، من مشاكله ومن كذب اللي مديرهولي ومن قلة اهتمامها ومن قلة مسؤوليتها للحوش والصغار، لأن الشباب بلا من الصغار لما نتكلم أنا كلمة قاعد يفشخ علي. واضح يا أخت ليلى، واضح كلامك. على كل حال أنت لك الخروج والصوم، صوم التطوع. المهم أنا هذا ما أدري نبي ما فهمني واضح نعم. لكن بشوف ما أنا شركز معي، أنا الكلام هذا اللي قلت لك أنا اللي سيدته مش هو اللي سيدني، من ناحية زي ما قلت لك ساعدني معاه هلبا. أنا 31 سنة معاه يا شيخ، 31 معاه ما قدرش يعني الأيام اللي عشتهم معاه واللي متحملاته واللي خدمت عليه واللي كونته. واضح واضح يا أخت ليلى موضوعك. خلاني شو اسمع رماني وخلاني أنا وصغاري. حاضر يا أخت ليلى، واضح موضوعك إن شاء الله ربنا يعوضك. يعني هل أنا يعني مدنبة يعني يا شيخ؟ بلاتهم هل أنا مدنبة؟ من أنا بسيبتها؟ أنا بسيبتها هو مش هتجوز بعد أنا ما سيبتها خلاص. يعني نضيقني إن من ناحية إن الصغار ما بنهتمش بالصغار، ما يدورش الصغار، ما يرعيش الصغار، ما يشوفش الصغار شو طلباتهم. هذا الأمر ينظر فيه يا أخت ليلى، في ينظر فيه مجالس التحكيم ينظر فيه يا أخت ليلى. سمعت سؤالك. حاضر هم نفوت يفوت في وقتها ما عندهاش مسؤولية يعني. حاضر نسم سمعتك يا أخت ليلى. لا مقصر من ناحية من جميع النواحي. حاضر حاجة ما عندهاش بوسي ما يديرها ليش. فهمتني يا شيخ. سمعتك. حاضر يا تعطيني حكم الدين فيه من الكلام هذا. بس هذا هو انا اللي سيدتي يا شيخ روان، انا اللي سيدتي مش هو اللي سيدني. ما دام انت تركتيه لتقصيره ولعدم ولاعراضه عنك وعدم الاهتمام بالاولاد وبالبيت وبالنفقه، فهذا يجوز للمراه ان ترفع امرها حتى للقاضي للمطالبه لرفع الضرر عنها وللمطالبه بالنفقه وللطالب. يا شيخ انا قليل توالي لابو لام، البو الام ميتين ما عنديش وين نمشي. هذا اللي حاضر يا اخت ليلى. حاضر سمعت جوابك انت، اتركي باقي الشكوى لله عز وجل. أنا اللي بانيات، أنا اللي خدماني، أنا اللي شغلت التدريس، كنت مدرسة، بعدين خلصت قاعد. أنا اللي بنيت الفوش، أنا اللي وقفت على رجلي، أنا اللي خلتها بني آدم وفي النهاية. حاضر يا أخت ليلى، أنت الآن على الهواء وإحنا سمعنا موضوعك ووضحت المسألة إن شاء الله. يا ريت تعطيني يعني شو الرأي الشرعي في الكلام هذا. حاضر يا أخت ليلى. حاضر. ماشي، بارك الله فيك يا شيخ، شكراً. معنا متصل. ألو. محمد من طرابلس. أيوه. تفضل أخ محمد. ألو. تفضل أخ محمد أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك يا شيخ، تحية ليك وتحية لخالة طلاصح. بارك الله فيكم جميعا. نسألك يا شيخ على التيمم. نعم. بالنسبة للي عنده حساسية الأنف وحساسية الصدر ويأثر عليه الوضوء، هل يستطيع التيمم دائما ولا كيف يعني؟ كيف يأثر عليه الوضوء؟ إن لما يتوضأ يصير في يتعب في حساسية الأنف. يعني يشعر ببرد يعني. بالبرد في جسده أم بسبب الاستنشاق والاستنتار؟ لا بسبب البرد، لا مش بسبب الاستنشاق. إذا كانوا بسبب البرد ويتعبه الوضوء والماء الدافي لا يفيده في هذه القضية، ففي هذه الحالة ينتقل للتيمم. نعم دائما ينتقل. نعم كلما غلب على ظنه، لأن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن. الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن وكذلك التجارب. فهو إن كان من تجربته تجاربه كلما توضأ حصل له برد ويعني سبب له ضيق في الشعب الهوائية وفي صدره بسبب غسل وجهه أو يديه وكذا، ففي هذه الحالة يترك هذا الأمر وينتقل إلى التيمم، لأن الانتقال إلى التيمم إما بسبب المرض أو بالخوف من حدوث الضرر أو لسبب تأخر البرء، حتى الذي هو يعني قريبا من قريب يشفى من مرضه فإنه يترك الوضوء أو الغسل وينتقل إلى التيمم
لأنه قد إذا توضأ واغتسل يؤخر برأه يؤخر شفاءه، فتأخير الشفاء سبب من أسباب الانتقال من الوضوء إلى التيمم أو من الغسل إلى التيمم كذلك. وأحيانا يا شيخ يكون مثلا في وقت مثلا الظهر أو وقت اللي يبدأ الجو كويس عادي يتوضأ، هذه بالتجربة. إن كان هذا الوقت اللي اعتاد أن لما يتوضأ في النهار وفي القيلولة والجو معتدل ما يصيب شيء، في الحالة هذه ينتقل إلى الوضوء. أما نقول العشية ماسي والله في الليل العشاء والله في الفجر الصقع، كلما توضأ حصل له رجعت له البردة من خلال تجربته هو وخبرته بنفسه، في الحالة هذه ينتقل إلى التيمم ولا شيء عليه. بارك الله فيك. معنا متصل. بارك الله فيك. شكرا. نعم معنا متصل. ما اسمع شيء آخر مخرج معنا متصل. الأخ مسلم بنغازي. السلام عليكم. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين يا شيخ. عرفت؟ نعم تفضل. مثلا لفريضة الحج هل تجوز بدون ختامها في القدس أو ما تجوزش؟ فريضة الحج إيش؟ فريضة الحج. إيه. هل آخر فريضة في الحج هي الذهاب إلى القدس أو ما فيش منه الكلام هذا؟ لا لا علاقة للبيت المقدس بأركان وواجبات الحج. ثاني معلش يا شيخ. لا علاقة للحج، لا علاقة للحج سواء في أركانه ولا في فرائضه بزيارة بيت الله الحرام بيت المقدس، لا علاقة له بها. من يسر الله عز وجل له أن يزور بيت المقدس فإنه يزوره، لأنه من البيوت التي هو من بيوت الله عز وجل أولا، ومن البيوت التي عظمها الله عز وجل وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعله مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله مكان وأعظم مكان اجتمع فيه الأنبياء كلهم أجمعون. لم يجتمع الأنبياء فيما نعلم والله أعلم في مكان إلا في بيت الله بيت المقدس، هذا اجتمع فيه أنبياء الله فأمهم عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام من الدنيا إلى الرحلة الطويلة العظيمة المباركة في ليلة الإسراء والمعراج. ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟ نعم تفضل. السؤال الثاني خطبة الوداع، خطبة سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، خطبة الوداع يعني ما شفتش أي منبر سواء في ليبيا أو خارج ليبيا خطبة الوداع هل يخطبوا فيها، هل هي محرمة أو شو الموضوع يعني يعني قريناها في الكتاب بس يخطبوا الوداع؟ لا العكس، هو كثير من الأئمة يتكلمون عنها ويأخذون منها الأحكام ويأخذون منها واجبات الحج وأركان الحج، وتكلم فيها عليه الصلاة والسلام عن ختام هذا الدين، ونزل فيه نزلت في هذه الحجة الوداع نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبين الله عز وجل فيها الحدود والمحارم، وبين فيها حقوق العباد، وبين فيها أحكام الحج، وبين فيها ما نقص من عبادة الناس من سهى ومن أخطأ، وبين فيها حقوق الأطفال، وبين فيها حقوق المرأة، واستوصى بهن بها خيرا، وغيرها من الأحكام التي استكملها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في خطبته، فهي معروفة. والخطباء إن حصل تقصير من بعض الدعاة أو من بعض الخطباء في بعض المساجد فهذا تنبيه لهم ليستفيدوا ولينهلوا من العذب الزلال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم معنا متصل. أبو طلال. شيخ المفتاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلمك شيخ المفتاح والأخوة في الإخراج مصطفين وإبراهيم كل الكنترول. تفضل بارك الله فيكم. بحث لي سؤال يعني حق المرأة اللي طالب الطلاق يعني نتيجة أن زوجها تزوج عليها، هل يحق لها أنها تطلب الطلاق أولا بسبب الزواج عليها، وثاني شيء هل يحق لها أنها تطلع يعني تمشي بالأولاد يعني لمكان غير إقامة الزوج؟ كيف يعني غير إقامة الزوج؟ يعني مكان
فيها الزوج وبيت الحضانة يعني انتقلت وتركت المكان اللي قريب من الزوج وانتقلت إلى منطقة أخرى يعني. والزوج هذا لم يقصر في حقوقها؟ لا لا فيش تقصير لا. تسمع الجواب إن شاء الله. هي طالبة طلاق لغرض لأنه بسبب الزواج عليها بس يعني. الله عز وجل حرم الله عز وجل على المرأة التي تطلب طلاق زوجها وفراقه من غير عذر، حتى جعله عليه الصلاة والسلام من الكبائر، حتى جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر. فلا يجوز لامرأة أن تطلب الطلاق لمجرد أنه تزوج عليها فقط، لكن لها أن تطلب الطلاق لوقوع الضرر من عدم النفقة ومن عدم المبيت معها وعدم الاهتمام بها أو لكرهها يكرهها ويضربها ويهضم حقوقها فلها ذلك. لكن مجرد أنه تزوج امرأة أخرى وهو يوفيها كل حقوقها وكل ما تحتاج فهذه لا تجوز، لا ترح رائحة الجنة المرأة التي طلبت الطلاق والفراق زوجها من غير سبب ومن غير عذر شرعي. أما من يغتاب، في سؤال الأخت صابرين في من مصراتة تقول: من يغتاب وآخر يسمعه. الغيبة من الكبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب من الموبقات. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، يعني أنت لما تتكلم مع شخص ثاني عن شخص آخر وتكره يكره هذا الشخص أن تتكلم عنه بهذا الكلام، هو يكره هذا الكلام، أنت ترى أنه فيه الخصال أو ما فيه شيء أو ترى أنه عادي الكلام عليه، هذيك خاصة بك أنت. ما دام الشخص الذي تتكلم عنه يكره هذا الكلام عنه أو يقال عنه فهذا من الغيبة، فأنت واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى الذي يستمع أن يصون سمعه عن سماع الحرام، لأن سماع الغيبة سماع للحرام، وهذا مما يجب على المؤمن أن يصونه. يجب على الإنسان أن يصون لسانه عن قول الفحش القول الفاحش وعن الحرام، ويجب أن يصون بصره عن الحرام، ويجب أن يصون سمعه عن الحرام. فسماع اغتياب الناس وسماع الشتم والسباب والجلوس مع الذين يتبجحون في كلامهم وفي أقوالهم هذا لا يحل الجلوس معهم ولا الاستماع إليهم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما قال الله عز وجل أنت مسؤول عنه. وينبغي، وإذا الله عز وجل قال في الذي جلس مع قوم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الذين يخوضون يرتكبون أشياء محرمة ويهزؤون بالدين وبالشرع ويغتابون ويتكلمون ويخططون لفعل عدوان أو لظلم، فينبغي على الإنسان أن يجالسهم ولا أن يبقى معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا ما يسر الله عز وجل من التعليق عليه. أسأل الله لي ولكم حفظه وهدايته وتوفيقه، وبارك الله في الإخوة القائمين على لغة الإشارة وعلى الأخت التي تترجم لإخواننا وبناتنا ونسائنا وأبائنا وأمهاتنا، كي يصل إليهم هذا البت وهذا القول وكي يفهموا شرع الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم وأن يسدد أفعالهم وأقوالهم، وأن ينفعهم بما يسمعون، وأن يعوضهم خيرا مما فقدوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجئنا بعلمهم الغزير قرى وملئت مرابعنا ربيعا، وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم، وكافأهم بما وهبوا قصورا.